تحت رعاية مدير تربية قصبة عمان الدكتور علي المومني، نظم المجلس التربوي والمجلس المحلي لمنطقة الزهور حفل إفطار للفئة الثالثة من موظفي وزارة التربية من الأذنة والمراسلين وطلاب مدرسة حطين الثانوية للبنين، بحضور رئيس مركز أمن الزهور المقدم حسين شمايلة ووجهاء المنطقة. مدير المدرسة جلال سلامة أكد على الدور المستمر من قبل الوزارة في دعم الطلاب المحتاجين والفئة الثالثة من موظفي الوزارة والتي تشكل رافدا أساسيا في العملية التربوية. هاي بادرة تكرر كل سنة من مديرية تربية عمان بمديرها الدكتور علي المومني، يكون في إفطار في أحد المدارس. تم اختيار مدرسة حطين في هذا العام ليكون في حفل الإفطار وتكريم العاملين من الفئة الثالثة في كلاستر الزهور. كلاستر الزهور عبارة عن 18 مدرسة، جميع العاملين في الفئة الثالثة تم تكريمهم اليوم في هذا الإفطار، وتم تكريم الطلاب المحتاجين. نشكر طبعا احنا مجلس محل الزهور والمجلس التربوي وكل من ساهم في إنجاح هذا الإفطار. رئيس مجلس التطوير المحلي نبيل القطامي تحدث عن دور المجلس بالعملية التشاركية في دعم مثل هذه المبادرات التي تعكس نموذجا إيجابيا. من رؤى المجلس التربوي والمجلس المحلي في منطقة الزهور، قمنا بإفطار للأطفال مدرسة حطين والأذنة والعاملين في الحراسة والفئة الثالثة من التربية والتعليم قصبة عمان، بتوزيع الطرود والألبسة على المحتاجين في مدرسة حطين. كمان أشكر جمعية إمداد ممثلة بالدكتور زكريا الشيخ، وكمان أشكر الدكتور علي المومني على هاللفتات الكريمة اللي بيعملها في المدارس من الإفطار الجميع العاملين والطلاب الفقراء والطالبات والمعلمين والمعلمين والمعلمات. وكل الشكر لمركز أمن الزهور ممثل بالمقدم حسين الشمايلة على مشاركته في الفعاليات التي تقام في المنطقة. طبعا هي تنفيذا لخطة الهلال الأحمر في مديرية قصبة عمان قسم النشاطات، وبتعليمات من عطوفة مدير التربية والتعليم الدكتور علي المومني، قيام بعمل إفطار جماعي لبعض طلاب القصبة بالإضافة لبعض معلمينها والإداريين الموجودين في القصبة. طبعا شاركوا معنا أخواننا في رجال الأمن العام، ممثلة في عطوفة السيد حسين الشمايلة مدير مركز أمن الزهور، ونشكر كل من ساهم في إنجاح هذه الفعالية. وفي نهاية الإفطار تم توزيع ملابس العيد على مجموعة من أبناء المدرسة وتوزيع طرود الخير بدعم من جمعية إمداد الخيرية على بعض العاملين من الفئة الثالثة من مدارس المنطقة. حازم السردي، الحقيقة الدولية.